بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، ها نحن اليوم نعيش أجواء المتعة والإثارة، ها نحن اليوم سعيدين ومسرورين بهذا التجمع والعرس التراثي الكبير ضمن هذا المهرجان المنتظر والمرتقب، مهرجان البشاير السنوي السابع الذي يأتي على التوالي، حيث أن المنافسات والتحديات الكبيرة هي مستمرة وقائمة على أرضية هذا الميدان. اليوم هو أول أيام المنافسات الكبيرة، انطلاقات أشواط الحقائق في مساء هذا اليوم، أشواط الرموز والسيارات. انطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الخامس، شوطنا الخامس المخصص للجعدان الحقائق الأصايل، الإبداع والتحدي الأسماء المنطلقة والباحثة على أرضية هذا الميدان. انطلقت الجعدان في رحلة البحث عن السيارة الغالية، سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول. خريمة خريمة خريمة، يأتي لنا خريمة بالمركز الأول. مبارك بن حمد بن علي الجديلي، من يقدم لنا خريمة، من قدم لنا كيفان وانتزع رمز الجعدان. بينما المركز الثاني التدخل من شاهين، المر بن سالم بن محمد الغفيلي من قدم لنا شاهين. المركز الثالث ايضا شاهين، من بدا يفرق الصفوف محمد بن سلطان بن سالم المثيمني. استمر في النداء للمركز الرابع، المركز الرابع الوصول والتقدم. اتابع على المركز الرابع موفق محمد بن ناصر بن حمود العويسي. استمر في النداء بالمركز الخامس، المركز الخامس هنا الباهر فلاح بن سعيد بن سالم العمري. التدخلات مستمرة، الوصول مستمر من شاهين. حمد بن بدر بن عبيد الجنيبي بالمركز السادس، المركز السابع التقدم والانطلاق من السريع، وهو بالفعل سريع. اسعد بن سعيد بن راشد الهاشمي، انتقل الى المركز الثامن، المركز الثامن. شوفوا التداخل بين الأسماء بين الشعارات، صار كتلة واحدة لا تعرف الثاني والثالث والخامس والسابع، هي الأسماء مستمرة في التوافد والوصول. وصل مردف هزاع بن غاصب بن محمد البرطماني، كذلك تدخل هنالك من الجانب الآخر المقطع سعيد بن محمد بالحب العامري. أما المركز العاشر هنا عقاب صقر بن خميس بن صالف الجحافي. هذه إذن العشرة المراكز الأولى، العشرة المراكز الأولى الباحثة الطامحة عن نقطة في هذا المساء، المساء الغالي، مساء الرموز والسيارات. أرجع إلى المركز الأول، العودة والعود أحمد بإذن الله تعالى. أرجع مع شاهين والسلالة الشاهينية دائما تتصدر الموقف بكل جدارة واستحقاق. محمد بن سلطان بن سالم المثيمني من يقدم لنا اندفاع شاهين، هذا الشعار المميز دائما يحضر في المهرجانات في الأشواط الكبيرة والعملاقة. النصر، وصل النصر، من يبحث عن النصر؟ وأول نداء للنصر حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، ما شاء الله عليه، دخل دائرة الإذاعة بكل سرعة، ما شاء الله وتبارك الرحمن. أيضا وصل عقاب، بدأت الأسماء في الوصول السريع، صقر بن خميس الجحافي كذلك. التدخل مستمر بالمركز، المركز الثالث والحامل رقم ثلاثة مردف أحمد بن محمد بن علي الدرعي، ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوط الجعدان ما منه همان، شوط السيارة، السيارة الغالية لاند كلوزر بانتظار الفائز بالمركز الأول، وخمسة أسماء في المراكز الخمسة الأولى.
إذا ما زال النصر على المركز الأول بشعار حمد بن شطيط الوهيبي الوهيبي الوهيبي. النصر من يقدم لنا النصر بالمركز الأول، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الأوامر. إذا هنا أيضا ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف التقدم من نجد سالم بن حمد بن راشد المخيبي، ولكن هنا النصر على المركز الأول، النصر على الصدارة والبداية الأولى. يا سلام يا سلام، شوفوا التدفق الكبير، تدفق الجعدان، شوفوا الإبداع التحدي، ما شاء الله. عشاق حمود بن سعيد بن محمد الوهيبي، النصر رغم الضغوطات، رغم الضغوطات ما زال متمسك بالمركز الأول. وصل مبلش سالم بن راشد بن محمد الغيلاني، الغيلاني الغيلاني غير إلى المركز الأول، ما شاء الله وتبارك الرحمن. سالم بن راشد الغيلاني من أتى في آخر الأمتار يقدم لنا مبلش، ولكن شوف الوصول. يوه يا الفيصل، الفيصل فيصل، فصل الأمر، فصل الأمر لصالحه، سيف بن سعيد بن شطيط الوهيبي، ما شاء الله وتبارك الرحمن. الفيصل 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 انتزع، انتزع السيارة. الشاطر الصغير بالفعل شاطر، بانت شطارته اليوم. تهانينا والناموس لمالك الفيصل سيف بن سعيد الوهيبي المركز الثاني. وصل مبلش سالم بن راشد الغيلاني المركز الثالث، جلمود سالم بن غافل الجحافي المركز الرابع، عقاب صقر بن خميس الجحافي المركز الخامس. كان وصول النصر حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. أرجع للتهنئة لمالك الفيصل الذي أتى في آخر الأمتار وفرق الصفوف وفصل الأمر لصالحه. من قدم لنا الفيصل؟ الشاطر الصغير سيف بن سعيد بن شطيط الوهيبي. انتزع السيارة الغالية في شوطنا الخامس، وهذه لحظة إعادة الشوط الخامس، والفيصل بست دقائق 4:31 جزء من الثانية. حمد بن شطيط أو سيف بن سعيد بن شطيط الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المشرف بكل جدارة واستحقاق المركز الثاني. كان هنا وصول ضاري أو مبلش سالم بن راشد بن محمد الغيلاني، 6 دقائق 5:83 جزء من الثانية. من كان وصول أيضا مبلش سالم بن راشد الغيلاني والمركز المركز الثالث، كان وصول جلمود سالم بن غافل الجحافي على مستوى المركز الثالث، 6 دقائق 7:71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المحقق في هذا الصباح. أشواط في هذا المساء، في هذا المساء كانت أشواط مميزة وحماسية ومثيرة. نتمنى التوفيق للجميع.